إذا دخلت عليكم وقلت السلام عليكم، ما معنى السلام عليكم؟ هذه كلمة لكن تعودناها وفقدنا معناها. السلام عليكم أي أنتم سالمون مني، لن أجشمكم عناء أن أسمعكم غيبة أو نميمة أو سوء أو خبر سيء، إنما أسمعكم بالكلام الطيب. هكذا كلمة السلام عليكم. فإذا غادرتكم قلت السلام عليكم، بمعنى اطمئنوا لن اغتابكم ولن اتكلم عليكم من وراء ظهوركم ولن افضح مجالسكم، فانما المجالس بالامانة. لكن هل هذا يحدث حتى في البيوت؟ حتى في البيوت يعني اذا طلق الرجل زوجته وقال لها السلام عليكم وقالت السلام عليكم وانفصل الطرفان، هل تأمن المرأة واهلها من كلمات الرجل اللاذعة الذي ينشر في كل على ربما على الشبكة العنكبوتية أسرار الزوجية وأسرار البيت وأسرار أهلها؟ هل سبحان الله هي لما طلقت أمسكت لسانها بين فكيها وصمتت ولم تتكلم عن الرجل ولا عن أهله ولا عن بخله أو 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 إلى إلى كذا كذا، كحديث أم زرع التي جلت فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع أمنا عائشة لتقص له عن 11 امرأة جلست مجلسا مؤتمر في الجاهلية، مؤتمر في الجاهلية كان بين 11 نسوة كل واحدة منهن تحكي وتقص عن زوجها إما مدائح أو مذام، يسمى في كتب السيرة وكتب الأحاديث حديث أم زرع، وأكيد أنتم تحفظونه جميعا.